شوف من ضمن الشغلات اللي احنا هسه مو موجوده عندنا فقط بالورقه الثانيه، اكو فرق تكون بين الغلاف الخارجي وفرق بين الغلاف الداخلي. الغلاف الداخلي اللي هو هسه احنا بالغلاف الداخلي فقط بعدنا يمكن هسه ما كملنا لو بعده، فقط نخلي هنا اسم المشرف. كنا قبل كانت قبل كل اقاريح قبل اسم المشرف يكون بالغلاف الخارجي، هسه لا، الغلاف الخارجي بقى ثابت على الشكل هذا اللي موجود عندنا. هذا اللي سويناه، ما بي لا سوبرفايزر ولا بيها، بس مجرد العنوان الاطروحه، اسم الشخص وشهادته. انا الحقيقه قسم بكم، انا اعرف جماعه قسم من جماعه كليتنا مثلا يكتب اي واحد من غير اختصاص يشوف شهادته ايش مكتوب بها البكالوريوس مالته، يثبته بالداخلي اللي هاي موجود بالعنوانه هنا. أنا هذا بي اس سي الكتريكال بورت انجينيرنج تكنيكس، هذا بالنسبه لجماعه قسم تقنيه الكهرباء، تقنيه اي تقنيات كهرباء، هذا العنوان مالته يكون. قلنا الجانبي راح يكون الام اس سي، التيزيس هي تشمل الاطروحه وتشمل الرساله في نفس الوقت. اختاريت هذا اللون اللي هو نفسه مالتكم، هذا يكون اللون، هذا الشعار. بعدين ان شاء الله همينا اعطيكم فد نوعيه من الشعار اللي هي تكون مرتبه، اللي يكون شعار مفرغ، ما يكون تشوفون في بعض الاحيان يجيكم شعار المربع مالته ابيض. بالنسبه للقياسات اخذتها بس انا شويه الشعار عندي قلت لك على السريع، بس لو تجي على القياسات من تضبط القياسات تجي على التنسيق شوف هاي القياسات، هذا عندي فرق 4%. هسه هذا المفروض قلنا القياسات اللي الباحه حددوا لنا اياها هي 3.5 × 3.5، هذا القياس هنا راح اشوفه، منها تقدر تزيد ومنها تقدر تنقص. هذا بس لين تنسيق، هذا عندي عباره عن شعار مفرغ، اكو برنامج ان شاء الله هسه اعطيكم اسمه، اي شعار عندك اي شيء تريد ترتبه او اي صوره تريد ترتبه وتشيل الخلفيه مالتها. هذا الشعار كانت خلفيته بيضه فشلنا الخلفيه وخليناها. هذا اخترته تقريبا لون قريب للذهبي اللي هو اللون الذهبي تقريبا او على شكل اصفر. اخوان الثيزيس هي تشمل البكالوريوس وتشمل الماجستير. هاي قلت لكم هاي نوعيه من الرسائل طلبت كليه التقنيه، كانت القياسات ماكو، كان عندنا يعني ستاندرات موجوده بوقتها. واضحه اخوان؟ واضحه استاذ احمد، عشتي لك. هاي راح نعطيكم اياها كلها، اكو شغلات جاهزه يعني تحاولون تاخذوها. يعني حتى لو ندز لكم اياها او نعطيكم اياها بقروص او ندزها بالشيء تستفادون من عندها اثناء الكتابات ان شاء الله. عندكم هم ينات بوقتها بعد عندكم شغله البحوث، يمكن مو دكتور مخلد عندهم نشر بحوث. نعم نعم استاذ احمد، اكو من ضمن الشروط مال التقييم الاطروحه لازم اكو نشر، فاذا اكو نشر ممكن يقدر يكتب الثيسس في البدايه. النشر هسه شوف هذا دكتور، اذا شوف هذا ناشرها، يعني هذا الشخص ناشرها للاطروحه. ها بدي قصدك نشر الاطروحه ولا نشر الاطروحه ونشر البحوث اللي قبل الاطروحه. بلي المستخدمه بالاطروحه. بالضبط، همينات اي شيء، اي سؤال عندكم بالنسبه للتنسيقات، وحكينا بوقتها ببرنامج مندلي عليها انه لازم عندك بحوث وعندك شغلات لازم تنشرها اذا تريد تحسن درجتك. اخوان اخر شيء قلنا وصلنا الى المحتويات النموذيه الاطروحه، قلنا اول ورقه تكون فارغه، ثاني ورقه اللي كانت هي الغلاف الخارجي الداخلي العفو، انا قلت لكم بديت بالتسلسل كانه اطروحه لتفتحها. هاي اول ورقه كانت الغلاف الخارجي اللي حكينا عليه، وراها تجيكم ورقه فارغه اللي موجوده، وراها تجي الغلاف الداخلي. الغلاف الداخلي للاطروحه قلنا راح ياخذ القياسات نفس القياسات اللي موجوده بالاطروحه اللي اخذناها، قلنا جهه الكبس اذا كانت بالعربي 4 سنتيم والجهه اليمين والاعلى والاسفل تكون 2.5 سنتيم. نشوف الاحجام اختلفت، هنا احجام الخطوط عندنا اختلفت، هنا صارت 12
رجعت نفس القياسات بالنسبة لنا، هنا أنا 12، هنا أنا همينات راح تكون 12، بس تشوف هنا أنا 12 غامق اللي هو البولد، اسم الطالب كذلك بولد. ضاف بالصفحة الثانية اللي هي كانت ما موجودة اسم المشرف اللي موجود، وضاف لها الشهر والسنة، يعني يا شهر يا سنة راح تناقشت بيها، لأنها تعرف أنت راح تنطبع تنطبع بعد المناقشة، يعني بعد ما كملت وكملت التصحيح وكملت الشغلات وراها تكتب الشهر والسنة. قلت لكم بعض الأطار يحكينا قبل احنا نختار التاريخ الهجري وناخذ التاريخ الميلادي، اثنيناتهم بنفس الورقة. فإذا القياسات عندنا الهوامش اللي احنا قلنا الهامش إذا تتذكرون بوقتها همنا نبدي أمر نحكي إن شاء الله بالمحاضرة الأخيرة اللي هو هامش الصفحة اللي راح تجي من تنسيقات اللي موجودة الهوامش، والهوامش مخصصة تبدي من الهوامش منها أنا تبدي تقلل وتزيد. أنا مثلاً أعلى عندي 2.5، الأسفل 2.5، الأيسر اللي هو جهة الكبس هاي 4، تقدر هاي وتقدر تسويها رأساً كتابة يعني بس تأشر عليها وتسويها 2.5 وتعطي موافق، صارت عندك هاي إعدادات صفحة كاملة بالنسبة للهوامش اللي موجودة فوق 2.5. هذا شوفون القياس من هنا لهنا 2.5، اليسار منها لهنا 4، وذني الباقيات على 2.5. ها صارت حجم الكتابة مالتي بهالجهة هاي اللي موجودة. فشوفون أخذ نفس القياسات اللي موجودة اللي هي 4، لأنها على متشغلة الكبس اللي موجودة الصفحة الأولى ما يحتاج لها، الكبس ما راح يروح الكتابة اللي بيها، هذا مجرد الاختيارات اللي موجودة. ورا ما خلصنا الصفحة اللي هي صفحة الداخلية، وراها تجي عندنا شهادة المشرف السيرتيفيكيت سوبرفايزر السيرتيفيكيت. أنا الحقيقة عندي بعض الهمينات، عندي بعض الصور اللي موجودة أوضح من هاي. هذا هاي صورة سوبرفايزر اللي هي هاي عندنا أكو بعض الشغلات من ضمن الثوابت قلنا، وبعض الشغلات اللي هي أنت الشكر والتقدير والهاي هم راح نجيها، هاي شغلات أنت اللي أنت تعبر عنها، بس هاي من ضمن الستاندرات اللي موجودة اللي هو تقرير المشرف، هذا الثابت هم راح تأخذوه على نفس الكتابة على نفس الحكي اللي موجود، وقع هنا المشرف إذا كان عندك مشرف الأول والمشرف الثاني، وراها تبدي هنا عندك تأييد رئيس القسم. بالنسبة للتأييد همنا أكو عندنا بعض الاختصارات اللي هي للدرجات العلمية اللي موجودة، وتأخذ الاسم رئيس القسم كامل شلون ما مكتوب. أكو شغلات الاستندارات بس همنا يعني عذروني إنه نبه بها، يعني لازم تبقى يومكم الاسم اللي حتى من تختار الاسم ما تختار نفس الاسم اللي مكتوب عندك بالجواز. فشوف ببعض الأحيان بدأوا يختارون أي شغلة تريدها بالإنجليزي ويقول لك اعطيني الجواز مالتك، ليش؟ لأنها احتمال باكر عقبة تحتاجها شغلة عالمية، تحتاجها بالخارج، تحتاجها تريد تكمل دكتوراه مالتك، فلازم الاسم نفس الاسم المطابق بالجواز اللي موجود. فهاي الأسماء همينة بوقتها وقت إن شاء الله وقت المناقشة أو وقت ما تخلصون تبي تاخذ الأسماء خليها هنا، أنا راح يوقع لك المشرف الأول وهنا عندك المشرف الثاني، وهنا أنا تأييد رئيس القسم، رئيس القسم اللي هو دكتور أحمد. هنا أنا هاي كانت الورقة الثانية اللي هي تأييد المشرف. الورقة الثالثة أخوان اللي هي تأييد لجنة المناقشة. هاي الأوراق أكو بعض الأوراق راح تشوفون في بعض الأحيان تخليها بال انت راح تخليها بالنسخة المناقشة بس ما راح يوقع لك بها، بس مجرد بس لأجل الترتيب. وراها راح تبدي تطبع هاي على جهة، ورا ما تخلص وخلصت التصحيح ان شاء الله وكملته تبدي تختار هاي الأوراق تطبعهن وتبدي تطبع يوقع لك أعضاء لجنة المناقشة اللي موجودين، كل واحد تاخذ اسمه وراح يكتب لك اسمه هو هنا أنا بوقت المناقشة على متاخذ الاسم من عندها، بس ما يوقع لك في بعض الأحيان.
تأييد المشرف الأول والمشرف الثاني وتأييد لجان المناقشة الأعضاء وياها رئيس اللجنة وياها جوها اللي هي تأييد الكلية عميد الكلية اللي موجود أنا يكون عن توقيع العميد الكلية اللي موجود ويا التوقيع اللجنة اللي موجودة هاي عندك أعضاء سوبرفايزر والمشرف الأول والثاني وأعضاء اللجنة ورئيس اللجنة وعميد الكلية هنا أنا راح يكون توقيع عميد الكلية بالورقة التأييد بالنسبة للمشرف واضح أخوان واضح أستاذ أحمد عشتي لك إن شاء الله هاي بصورة أوضح اللي موجودة بس سؤال بخصوص ذن الأوراق نعم تفضل تسمعني سا؟ اي دا اسمعك عيني تفضل هسا احمد بالنسبة ذن الاوراق ذن راح يكون ضمن التسلسل اللي راح نخليه لو راح يتغير هذا اذا صار تعديل وراء المناقشة لا لا هذا التسلسل بالنسبة قلنا هسا هم راح نجيها الترقيم التسلسل عندك ثابت ذني يسموهن الصفحات التمهيدية اللي هي تاخذ الحروف الرومانية نفسها تبقى ثابتة ما عندك كل تغيير بها بدليل انه عندنا هسه بالمحتويات اللي موجودة هاي راح تكون ارقامها بهالجهة هاي شوف هاي الارقام هنا راح يكون ترقيمها الصفحات هاي الورقة الاولى ما ترقم لان فارغة تبدي من هنا هاي الورقة هم فارغة تبدي من هنا تبدي الترقيم مالتها هسه راح ناخذ همينات راح نسوي فد نموذج قلت لكم راح يبدي نموذج للترقيم واذا تشوفون هسه بالنسبه لهاي الاطروحه الرساله العفو شوفون هاي الترقيم مالتها هذا بدا اي دبل اي تربل اي الفي بدا الترقيم مالتها وبدا هنا مرقمها هاي الصفحات نسميها الصفحات التمهيديه وكذلك شوف عندنا هاي الصفحات التمهيديه هم موجوده عندنا بالدليل هذا 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 الترقيم بالنسبه للدليل تجي على ترقيم الصفحات التمهيديه راح تلقى وراها تلقى ترقيم كامل هذا هنا نعطينا انواع الملاحق وكل واحد ورقمه بالدليل خوف يعني نعطيكم نسخه من عندها هم راح تشوفوها موجوده عندكم اعتقد بالشابتر الثاني واللي هو هيكل الاطروحه هذا الشابتر الثاني تمام استاذ عاشتين شكرا بس نتاكد بعدها طيب احمد اعتقد صارت فوق لي فوق بعد لا دكتور لي جوا خالها ملحق ملحق ايه هذا الملحق ضاع الترتيب مالتها اي تمام صحيح هذا الترتيب مالتها وهاي الترقيم مالتها الصفحات التمهيديه بدا على الشابتر الاول قلنا هذا الورقه الاولى اللي ينكتب بها اسم تشابتر 1 اول ورقه اللي فارغه تكون الورقه الفاصل هاي تاخذ رقم بس ما يثبت هذا الرقم راسا تبدي وراها صفحه 2 شوف استعدنا بهاي الاطروحه بهاي الرساله اللي موجوده قلت لك انا باوعت استعدي ان شاء الله اشوفكم بعض النماذج للجامعات اللي موجوده شابتر 1 هذا مو كتبت شابتر 1 هنا هذا انتروداكشن هنا المفروض اكو رقم واحد بس ما يظهر هنا راسا بادي برقم واحد من ضمن الاخطاء اللي موجوده هنا هذا المفروض هذا يصير رقم 2 رقم واحد تاخذ تسلسل بس ما ياخذ ما يظهر بي راسا يبدي رقم 2 هنا هذا بعدين الهيدر والفولدر هم راح نحكي عليه كل شابتر بشابتره هذا اختارينا احنا يكون كابيتال وراح يكون اسم الانترودكشن هنا اللي موجود
راح اعلمكم طريقه اذا فيما اذا بعدين نشوف الاستاذه كلها مسويها انترودكشن. احنا عندنا طريقه لا العنوان من يتغير اخليك هذا العنوان نفس العنوان هذا ياخذه يخليك اياه هنا فوق انترودكشن عنوان الثاني هذا الترقيم مالته يبدي من يبدي شابتر 2 شوف راسا لازم يصير شابتر 2 دي فوق هذا الهيدر اول ورقه ما تاخذ لي فوق هيدر الورقه الثانيه اخذت شابتر 2 اذا تشوفوها هذا عندنا بعض الامثله اللي نشرح لكم عليها واضح اخوان هذا قلنا تأييد المشرف وراها نجي على الصفحه اللي ورا تأييد ورا تأييد المشرف اللي هي تأييد اللجنه المناقشه وراها يدي شهاده المقوم اللغوي اللي يوقع لك بها هم راح تكون عندنا نموذج خاص بها هذا النموذج خاص بتأييد المقوم اللغوي اللي هو ما تكتب له تروحه الرساله وتكمل وراها توديها المقوم لغوي راح يبدي لك التصحيح مالته راح يبدي يصلح لك املائيا او تعبيريا او قواعد في بعض الاحيان تصلح ترد مره اللغ وراها ورا ما تصلح ورا ما تكمل تاخذ له ذني الاوراق اللي موجوده حسب العدد انا اتمنى انه تكون يعني على عدد الرسائل اللي موجوده شكل توقعتي توقع له 5 6 7 توقعهم وتخليهم يمك دائما ثوابت صح الاولى محتاجين شكو وحده جديده يعني شكو وحده اصليه يحتاج لها توقيع الحي اللي موجوده بس تبقى اكو بعض الاحيان لا يقول لك انا احتاج 4 مثلا توقيع حي والباقي كلها استنساخ تبقى اكو استنساخ ملون تقدر تستنسخها بس اتمنى انه كلها تكون بتوقيع حي يعني توقيع كل 7 اوراق محتاج 7 انواع اوقع 7 انواع 7 مجاميع ورا ما خلصنا اخوان شهاده المشرف العفو المقوم اللغوي نبدي شغله الملخص وهم سويت من ضمن التعليمات اللي موجوده من ضمن الملاحظات العامه اللي راح نحكيها ان شاء الله اخر يوم الملاحظات اللي موجوده انه شنو هي الشغلات اللي راح تبدي قلت لكم هذا الملخص يبدي من الجانب العلمي بس احنا لحد الان نبدي من الجانب الفني اذا نحكي لي حد الان الجانب العلمي انك انت شنو شلون راح تختار الملخص وشلون راح تكتب الملخص انا الحقيقه هذا الملخص اللي الشروط والمعلومات اللي يجب توفيرها بالملخص شلون راح يكون الملخص اللي موجود من ناحيه التنسيقات من ناحيه المصطلحات المختصرات في بعض الاحيان اكو سعدنا قائمه همينات بالمختصرات هم نجيها وهم مثبتيها انا يعني سويت لكم قائمه بالمختصرات لكل شيء تقريبا اكثر الشغلات اللي تحتاجوها سويت بها قائمه للمختصر اللي موجود شنو النوع المختصر اللي راح تختاره من ضمن الملاحظات اللي بالمختصرات اي مختصر اي كلمه تيجي تختصرها مستقبلا باول ورودها بالرساله تنكتب كامله وتتخلى ويا من تتخلى من ضمن قائمه المختصرات وراء اول كتابتها يلا تبدي تستعمل المختصر ما يصير اول مختصر قلت لكم من ضمن الملاحظات العامه والمعلومات العامه اكو بعض المعلومات الارقام شلون تكتبها رقم اذا اجاك داخل احتاجت فتشير الى رقم معين شلون راح تكتبه همينات في بعض الاحيان ما ينكتب كتابه لازم ينكتب كرقم ينكتب ككتابه لحد فد رقم معين هسه نجي عليه بعدين وقت الحكي الملخص يتراوح بين 300 الى 500 كلمه يبين كاتب لك اني ضمن بيان موجز لمشكله الدراسه واهدافه ووصف موجز لطريقه البحث وتصميمه وملخص للنتائج الرئيسيه شنو اهميتها الاستنتاج الملخص ينكتب باللغه العربيه وينكتب باللغه ينكتب باللغه الانجليزيه وبالصفحات الاخيره ينكتب باللغه العربيه يتخلى من ضمن هسه نشوف من ضمن الترتيب اللي موجود عندنا بدينا هسه الملخص راح نبدا بالترتيب بالاخير
تكتب السهم راح يشوف انه الملخص راح يجيك بس بيا لغه باللغه العربيه حسب ترتيب الرساله. ينكتب لغتين العربيه والانجليزيه، واذا كان الرساله باللغه العربيه ينكتب بالبدايه بالعربي وبالاخير ينكتب باللغه الانجليزيه. يتضمن الملخص، يعني اكو بعض الشغلات قلت لكم بعض الملاحظات انا ثبتتها، شنو اللي شغلات اللي تتفاداها بالملخص، شنو الشغلات اللي يجب عدم كتابتها بالملخص، هاي كلها هم سويتها بمحاضره، يعني من ضمن الشغلات العلميه. هسه احنا بدنا نحكي بس فقط الجانب الفني وايش راح يصير عندك بالجانب الفني فقط. فاذا ورقه الملخص صارت عندك بالورقه اللي هي ورا شهاده المشرف اللغوي، ورا الشهاده اللغويه، وراها قلنا نبدي على يدي يرجع لنا نموذج اللي هو الشكر والتقدير. الشكر والتقدير سويت لكم بعض النماذج، يعني هاي انا اختاريتها بالنسبه للجامعه، اختارت يعني اختارت نماذج معينه عندهم، يعني نموذج ثابت. هذا من ضمن الشغلات اللي انت ما مقيد بها. بالنسبه للشكر والتقدير من الشغلات اللي انت مو مقيد، انت تختار الكلمات، تحاول بس بالكلمات تختار القواعد، تختار المفردات، تختار يعني الشغلات اللي انت تشوفها مناسبه. اتوقع احنا نخلينا النموذج بالرساله، خلينا نموذج مال الشكر والتقدير. هذا الإقرار. ما خال بعض بالبداية يمكن خال، أنا لقيت نموذج بس أنا قلت لكم سويت النموذج هذا الشكر والتقدير. هاي بعض كل هذا كل واحد شكل طبعا أكثر من شكل، أو ممكن هسه راح يجيكم ممكن تقرأه وشوف كل نموذج شت انت شو تحب تعبر، المن تريد تشكر به، المن تريد تسوي. هو النموذج الشكر والتقدير هو في نوع من العرفان للمشرف والاساتذه اللي شاركوا وياك واللي ساعدوك، وممكن تهديها للاهل، ممكن تهديها لاي شخص انت يعجبك، فشي يعني فشي نوع من العرفان اللي موجود ورا اخوان ورا هذا النموذج. شفتوه هذا النموذج انا اختاريته الحقيقه، يعني بعض الكلمات انا اختاريتها، اكو كلمات جاهزه ممكن انت بس تكتب شغلات شكر وتقدير يطلع لك نماذج كلش هوايه عندكم النت ما شاء الله الحمد لله تقدر تطلع كل شيء من عندك. اخوان ورا الشكر والتقدير اللي هو قلنا نموذج الاقرار، هم عندي بعض النماذج للاقرارات هم من طلعتها، وهذا الاقرار يعني هذا احنا نرتقي على اللي سوته الجامعه اللي هو يثبت حق الطالب بانه هاي ال الشهاده او هذا الرساله اللي سواها يثبت بها انه هو ما اخذها من مكان معين او ما اخذها من فد يعني شيء جديد هو مسويه. اكو من ضمن الشغلات القانونيه اللي هم راح نتطرق لها مستقبلا، قلت لكم في حال الثبوت طالب حط له ناقش وما مثبت اي مصدر او ما يثبت اي شيء او ما مثبت في الشيء انه موجود بالاطروحه، وثبت انه هذا الشيء هو مثلا ما مسويه او ما مشتغل به منسوب لغيره، اكو قانون وزاره التعليم العالي جمهورية العراق كلها انه حتى تسحب، يوصل مرحلة انه تسحب الشهادة من عنده، يعني كقانون موجود هذا. فاحنا ان شاء الله ما صارت عندنا، قليل ما صارت عندنا ايش مشاكل، تصير المشاكل هاي بالبحوث في بعض الاحيان، بس ان شاء الله ما يصير عندنا هالشيء هذا. هذا الاقرار على مود يثبت. هسه هذا قلت لكم كان هنا انا اكو اسم موجود انا شلته، يعني نموذج ثابت هذا.
اكو ثوابت احنا ما نقدر نغير بها، وكل شغلات احنا نقدر نتلاعب بها ورا نموذج. اخوان انا اتمنى دت يعني بتواكبوني وياي. ان شاء الله. نعم تفضل. انا اتمنى حد يسال. اذا كنت اغير حتى يعني على مود الاستلاله وغيرها، فشلون يتوافقوا التدقيق اللغوي؟ يعني اذا بعد غيرت ما راح يتاثر؟ لا قصدك انت بعد التغيير، بعد ما يغير لك المشرق، بعد ما يغيروا لك اللجان، يعني بعد التدقيق اللغوي ما غيراني بالرساله اذا كان بها استلال؟ لا لا مو شغله استلال، انت مو يعني شغله ترتيب بيانات لغوي. اللغوي العفو هو الشخص المسؤول فقط عن اللغة، هو شخص مو فني، شخص اختصاصا انجليزي، بس يغير لك بالقواعد، يغير لك بالإملاء، يغير لك باختيار الجمل. فشوف كانت من أصعب الأمور اللي عندنا إحنا هنا اللي موجودة كانت، وأكثر شخص في بعض الحالات كان يتأخر، لأن كان عندنا يمكن أشخاص محددة عندنا فقط تودي لهم إياه، لازم المقومين اللغويين اللي هو كنا بجامعه تكنولوجيا، كان حدنا اتذكر استاذ ايات تبقى عده الاطروح، تبقى عده الرساله تقريبا معدل شهر في بعض الاحيان. ناس تمشي عليه سره الان يجيك السره مالتك. فالمقوم اللغوي هو فقط شخص يقوم لك اللغه فقط، ما له شغله بالشغلات الاستلال ولا له شغله بشغله اسمه الجانب الفني، ما عنده، لا بس يصيغ لك اللغه فقط. إذا بعد ما كمل هو أنا غيرت عليها أرجعها له وتمشي، ما يحتاج؟ لا بعد ما تحتاجها. أنا أحكي لك على قانوننا قبل بعد. ليش؟ لأن هو أصلاً ما تقدر ترجعها، لأن هو المشرف اللجنة اللي راح تناقشك أو اللجنة اللي راح تصلح لك هي اللجنة أصحاب اختصاص، يعني راح يكون هو بدرجة علمية معينة. فالصياغة مات اكو، والله اكو كليات ما بات ترجع في بعض الحيوان، بس انا اللي اعرفه يعني اللي ماشي عندنا، يعني اللي راح يصلح لك هو رجل يعني قلت لك صاحب درجه علميه، فما اعتقد انه عنده اغلاط لا هي املائيه ولا هي اغلاط قواعديه في بعض الاحيان راح تصير، فما ترجع له. بس من اول مره المقوم اللغوي. واكو في بعض الاحيان لا، التقويم اللغوي يكون ورهم مرة ما تخلص هم يكون عندك تقويم لغوي، تروح تقول له أنا صار عندني فلان تغيير فلان تغيير فلان تغيير، يعني دائما المقوم اللغوي ورا التصحيح ما يرجع يعيدها من جدة. فدائما نثبت لك أمور إن شاء الله ثوابت أنت تعرفوها إن شاء الله، معظمكم يعرفها. التغيير إيش راح يصير؟ مثلا خليها بالخط الأحمر، هذا صار عندي تغيير، هذا صار عندي تغيير، في دليل من يجي ما تطول عدة يمكن أنت قاعد يسوي لك إياه. بس قلت لكم ترى المقاوم اللغوي من الاشخاص اللي تتاخر عندهم الرساله، لان يا اما اكو اشخاص هسه بعد ما ادري والله صاروا كثيرين هم هسه، بس قبل قلت لكم اسماء محدده لازم تدزها ما عندك غيرهم. فاتوقع بهذا الشيء انه ما ترجع بعد هاي، ما ترجع يعني ما ترجع ورا المقاوم اللغوي مره واحده يقوم لك اياها ورا التصحيح. اما هم راح يشيل لك فقره لو يصلح لك كلمة هاي، لو يعني يصير بعض التصليحات اللي موجودة وراها تريد يطلب حسب رأي المشرف، يقول لك يا أما ترجعها ويقول لك ما يحتاج، يعني هذا يبقى دور المشرف هنا أنا. هو اللي يأيد لك بهالشيء هذا. واضحة؟ واضحة أخوان؟ واضح أستاذ أحمد، عاشتي لك. نجي على جدول المحتويات اللي حكينا عليه اللي موجود عندنا من ضمن الملاحق اللي موجودة، وشنو اللي يضم جدول وراها. تبدي هسه تكملت الجانب هذا، بدأ جدول المحتويات بالنسبة للأطروحة، وقلنا حسب الترقيم. هذا الترقيم إن شاء الله قلت لكم آخر يوم إذا أراد الله سهل، شغلة جدا بسيطة، تعلم شلون ترقم تسلسل هذا ثابت عندك، وشنو اللي يضم وشنو اللي ياخذ. وراها تبدي من هنا تشابتر 1 اللي موجود هنا،
لهنا لحد الها قلنا هاي الصفحات التمهيديه اللي موجوده هنا، تبدي الصفحات الرئيسيه اللي عندنا اللي موجوده تبدي من شابتر 1. هذا جدول المحتويات اللي يكون الورقه ورا ورقه المقاوم. تبدي انت راح تبدي وتبدي على شو راح يصير عندك التقويم هذا. بالمناسبه هذا راح نجي درس بحده اللي هي من ضمنها الترقيم، شغله الترقيم شو راح تيجي من عده ترقيم اللي عندنا احنا. أنا الترقيم اولي وهذا ترقيم ثانوي، وشو راح يصير الترقيم الثانوي، واذا كان عندك ترقيم ثالث، واذا عندك ترقيم رابع في بعض الاحيان 2-1-1 2-1-1 1 2-1-1-1 1 شو راح تبديها، شلون اكو نوبات في بعض الاحيان تحتاج اكثر يعني اكثر من فرع. يفضل حسب راي بعض الجامعات وبعض اللي الاراء اللي موجوده عندنا بالجامعات العراقيه يقول لك اوصل للترقيم لحد الدرجه الرابعه، يعني حاول تتفادى الترقيم بالدرجه الرابعه. ليه حد الدرجه الرابعه بعد ما تستخدم ارقام؟ تستخدم حروف، يعني يصير عندك 2-1-1 2-1-1 3 وحدات وراها تبدي تستخدم. يفضل انك تستخدم حرف اذا ما توصل، هي في بعض الاحيان اذا وصلت عندكم للترقيم الى 3 مراتب او 4 مراتب تتفضل ورا المرتبه الرابعه تستخدم حرف بعد اللي هو الاي والبي والسي، تبدي تستخدم هذا الشيء. اذا الترقيم عندنا بالنسبه الترقيم الاولي هذا، الترقيم هذا الثانوي اللي موجود اللي همنا عندنا محاضره بها ان شاء الله همنا بكره اذا اراد الله وسهل على انواع الترقيم وشو راح يكون الترقيم وهذا التسلسل. ام في بعض الاحيان هذا من ضمن الشغلات الفنيه اللي انت شلون راح تقدر تسويه، يعني شلون راح تبدي تضبط هذا اللي موجود وشلون راح يبدي ايش قد المسافه منا لهنا، هذا ما عندنا تقييد به. بس هذا انا افضل دائما بهذا الشيء انه يصير على شكل جدول، هذا الجدول بعدين اشيل به الحدود على مود يصير بشكل منسق. يعني احتاج هنا أنا 1 اللي هو 2 3 4 4 جدول 4 أو 5 نحط هاي الثانويه وياها ونبدي على هذا الجدول نبدي نسوي هذا الشيء. حميانات اعطيكم شيء جدا بسيط حميانات ان شاء الله عليه. هذا بدينا الى قائمه المحتويات. وراء المحتويات تجي عندنا اللي هي قائمه الجداول، الجدول اللي موجود هذا كملنا هاي المحتويات اللي موجوده من المحاضرات اليوم ان شاء الله ادز لكم اياها، خليكم اياها بالكلاس روم. شوف هسه تبع قلت لكم انه الخلاصه تبدي عندنا الملخص يبدي عندنا بالبدايه ينتهي عندنا هذا باللغه العربيه اللي موجود هنا، انا هم مثبت لكم اياه هنا هذا الترقيم اللي موجود. هنا عندنا قائمه الجداول اللي موجوده هنا. قائمه الجداول هم عندي هذا يصير على شكل بهذا الشكل اللي هو رقم الجدول. هاي بالبدايه شكو عندك اخوان، شكو عندك جدول انطرق او ورد بالرساله، تجي تكتب هنا الرقم مالته، شنو عنوان الجدول، جد رقم الصفحه اللي موجود به هذا الجدول. هاي مجرد انه تكون كدليل للقارئ من يريد يحتاج فشي يجي للاوليات مالته يشوف الجدول، يروح على الاوليات قبل ما يقرا يشوف الجدول، ممكن يقرا بس الجدول يشوف هذا الجدول شنو هو، قام يقعد الجدول يدوره وين. لا هاي القائمه اللي تكون بهالترتيب هاي الضم عندكم، هاي من ضمن الاوراق التمهيديه يكون عندكم انه قائمه به لقدام. واكو ان شاء الله هسه من راح نوصل بالجدول بالفصل الثاني، من راح نبدي نحكي بالفصل الثاني اكو هم من ضمن الشغلات اللي قلت لكم راح تنسب ان شاء الله شغلات اللي القسم يعني ارتئاها ان تكون اللي ما مثبته اصلا بالدليل الرئيسي انه شنو الكتابات اللي تصير وشنو اللي الشغلات اللي تصير بالجدول من تكتبه
وفي بعض الاحيان حتى جدول، ممكن جدول قلنا بوقتها ممكن نختار بكره ما تصير الورقه الطول تصير الورقه العرض. في بعض الاحيان اذا كان عندكم جدول كبير ممكن تستخدم ورقه عرض، ما عندك كل مشكله. شلون الثاني سويت لكم هذا هم فد نموذج قلت اشوف لكم اياه، انه هاي هسه الورقه بالطول، هاي الورقه الثانيه بالعرض، وراها تبدي تكمل لازم ورقه بالطول. الرساله مالتك هذا من راح يدي ينكبس، شلون راح يصير ورقه الجدول اذا كانت بالعرض، شلون راح تصير ومين جهه الكبس، خما اخليها بكل واحد بكيفه. مره تلقاها واحد مثلا خالي الكتابات منه، واحد تلقاها خالي الكتابات منه، الجدول وين راح ينكتب، هذا درس بي كامل على الجدول اللي موجود بالمحاضره الفصل الثاني. اذا وراها تبدي عندنا قائمه الجداول، ورا قائمه الجداول تبدي عندنا قائمه الاشكال، هم هناك نفس الشيء شك وشكل انت استخدمته موجود، وهم راح يشوفون فرق بين جدول وين اكتب الوصف مالته، وين التيبل التيبل وين اكتب الوصف، والجدول وين اكتب الوصف مالته. كل واحد له وصف خاص، اكو الجداول تستخدم الوصف مالته يكون الكتابه مالته الوصف لي فوق مثلا، ورقم الجدول هذه فوق، الفيجرز يكون لا يكون الوصف مالته لي جوا. وهم مطينا في بعض الاحيان بعض النماذج اللي موجوده على الاشكال، هذا عندنا شكل موجود، الرسم الكتابة ما تصارت لي جوا اللي هنا، اللي قلنا هاي من ضمن الشغلات اللي الرئيسية اللي موجودة هم ثبتها بالملاحظات العامة، ايش قد الوصف وشون يكون الجدول. عندي هم طلعت بعض الملاحظات اللي موجودة ايش قد يكون الاحجام اللي موجوده من تكتب، اذا كان عندك بعض التاشيرات اللي ممكن تحتاجها. هذا شكل موجود الكتابه الوصف مالته كانت لي جوا. نجي على التيبل نشوف الكتابه مالته وين صارت، الوصف مالته لي فوق، رقم الجدول والوصف الجدول. التيبل من نريد نوصفه يصير الوصف مالته لي فوق، بالنسبه للفيجرز يكون الوصف مالته لي جوا. الشرح عليه هذا اللي اقصده، هذا الشرح مالته لي جوا، هذا الشرح مالته لي فوق. واضحه اخوان؟ واضحه؟ ما نظن واضحه بالكتابه. ورا قائمه الجداول اللي احنا حكينا قائمه الاختصارات، قائمه الاختصارات هاي هم موجوده عندنا بالدليل، هم اخذتها ما مستخدم في بعض الجامعات، واخذنا شغلات اللي ممكن تمر بيكم. والاختصارات تكون بالعربي شرحت لكم، قلت لكم احنا لان الجامعه بها عربي وبها ناس انجليزي، فاخذنا بالعربي واخذنا بالانجليزي. هاي الاختصارات هم راح تكون متوفره عندكم قائمه بها كامله، شيء يمر بيك تلقاه موجود هنا. بالنسبه للملاحق التقرير الفني جزء الرقم المجلد العدد شنو اللي تختصره، بس قلنا اهم شيء بالاختصارات تشوفوا انا هم مثبتها بالملاحظات، انه اول ما يورد اول شيء بالاختصارات ما يصير اول الرساله تكتبه مختصر. بعض الاحيان على مود تعرف القارئ بهالشيء تكتبه كامل وتخلي الاختصار مالته بين قوسين، وترد بالنيجي عندك مستقبلا صار للقارئ انه يعرف انه هذا الشيء مر به، ويرجع للاختصار اذا كان ما يعرفه راح يرجع لقائمه الاختصارات يعرف هذا المختصر شنو. تعرفون الاختصارات كل شيء هوايه، عندنا كل شيء هوايه، هاي من ضمن الثوابت اللي موجوده اللي نوعيات اللي تحتاجها في بعض الاحيان، بس مو بعض الاحيان ممكن اختصار ما موجوده هنا أنا. فانت شو تسوي تضيفه. ودائما اخوان اعلمكم شيء بالاختصارات، قلت لكم النت موفر كل شيء، اي شيء اي اختصار
تلقاه تشوفه ممكن تكتبه بالنت وتعرف شنو معناته وشنو تعرف المركبات للكلمات اللي موجودة إله. بعض الأحيان يمر عليك مختصر من 4 كلمات أو 5 كلمات ما يكتبوها كله، يكتب لك ستاندر عالمي، هذا يعني مو إحنا اخترعناه، ستاندر عالمي في كل اختصار موجود. واضحة؟ واضحة سيد أحمد إن شاء الله. أخوان ورا ما كملنا نيجي على المحتويات. طبعا أنا مسوي رقم المحتويات كاملة على صفحة قلت عمود ما أرجع كل ساعة لي ورا. نيجي على هيكل الأطروحة، شلون راح تتكون الهيكل الأطروحة اللي هو ورا ما كملنا قائمة الأشكال قائمة الاختصارات. نيجي على هيكل الأطروحة اللي هو البودي، هذا الفصل كامل على الهيكل شلون راح يتكون. راح نبدي هسه حاليا تقريبا بالجانب العلمي اللي موجود ورا هيكل الاطروحه. قلنا راح ناخذ الريفرنس وهمنا بعض الملاحظات اللي ثبتناها على الريفرنس وبعدين المنشوراتها بعدين بجهه واحده واحده. لحد الان اخوانك واحد عنده سؤال؟ اخوانك واحد عنده سؤال؟ بعد احمد اعتقد واضحه، بس اعتقد بالداخل موضوع شويه ترقيم هاي اشياء شويه صراحه. هاي دكتور اياتها الترقيم، انا قلت لكم بالشده الثانيه هذا الترقيم اياتها موجود، كل واحد المستوى الاساسي ومستوى الثانوي كلها سويتها وشرحت عليها. تمام. هاي موجودة دكتور العفو بالجدول الثاني. أكيد. هاي موجودة وكل واحد شرحت عليه شلون يكون الترقيم المستوى الثانوي وشلون يكون العناوين الفرعية والعناوين الفرعية يسموها عندنا. صح. يعني مثل ما تفضلت أستاذ أحمد يمكن الأفضل طريقة لتصميمها هو الجدول. نعم دكتور. هو الجدول يكون الجدول يكون هذا يكون من ضمن المحتويات اللي موجودة. هذا الترقيم دكتور بالنسبه للترقيم اذا شوف هسه احنا عندنا بالوورد هو عندك الترقيم الثانوي اصلا موجود هنا عندك انت تختاره. صح. انا لو عندي وقت يعني بعد ان شاء الله في يوم من الايام طلبتنا اسوي لهم هو دوره بس على الوورد، بس على هذا عندنا الترقيم الثانوي دكتور، هذا شوفه موجود. صح. عندنا بالوورد كامل جاهز وشلون تختاره وهو يعطيك السبيسات اللي موجوده. صح. بس يبقى شنو بالترقيم لازم تعرف ايش وقت الترقم، يعني هسه انا من ادوس هذا الترقيم اذا كان باللغه الانجليزيه من ادوس هذا الترقيم ما راح يعطيني ترقيم راسا، ما راح يعطيني الا ابدي اني اكتب لازم كتابات. عندي بعض النماذج تبدي تكتب مثلا وراها تكتب يلا تيجي بعدين تعطي الترقيم الثانوي يلا يبدي ياخذ. هاي بعض المعلومات ناس ما تعرفها مثلا تبدي هنا يعني لازم بها بعض الملاحظات اللي موجوده شلون تبدي بالترقيم الثانوي. هذا في الدرس خاص يعني هو حتى ما متطرق الى بس مطي مجرد مطي انه مستويات الترقيم شلون تكون ستراكشر العام، بس الستراكشر اي هذا يبقى انه يقول لك هذا مو يعني مو شغلنا هذا، بس احنا راح نعطيهم اياها شلون تكون عمليه الترقيم والترقيم الثانوي. بس كتصميم بالهيكل الأطروحة أنا أفضل أنه يكون على شكل جدول موجود. مثلا أنت من تصمم جدول هاي أنا قلت لكم هاي بعدين هنا أنا أسوي لك ورقة خاصة لك فقط للأطروحة حتى تسميها هنا أنا تقدر هذا عندك قابلية هذا الستايل ده شوفوه أخوان هذا عندك قابلية تغيره منه أنا أسميه أطروحة مثلا هذا بس خاص بستايل الأطروحة اللي موجود او الرساله هذا سم راح تشوفه تغير عندك لي فوق تروحه تبدي هذا من انا تبدي تقدر تغير كل شيء عندك تعديل راح يوديك على الفقرات تنسيق هنا انا تجي على فقره تغير التباعد مالتك مال الفقرات من انا وهم انا عندي درس لكم هذا اللي حكينا عليه انه بعض الاخوان اللي سال ان شاء الله احاول
اخلص باكر يعني اكثر ما يمكن اللي موجود من الجانب العلمي، وراها ابدي اعلمكم على هاي الشغله شو راح يكون، وراها تبدي تختار تنسيق الخط، الخط من انا من البدايه تنسق هاي تكون هيكل يعني هي يصير ستايل خاص بيك الك، منها راح تختار الانجليزي احنا ما عندنا عربي اللي موجود اللي هو تبدي تختار نوع الخط مالتك من البداية تبدي تختاره. اجا غيرني نوعية الخط رأساً، شقد الحجم مالته 12، اللون مالته شنو اسود اخليه، وابدي اجي على التباعدات اللي ما تبع سرح اعطيك هنا انا اتكاها سنة الخط العربي انا عندي 16، انا مسوي هذا 16 وشنت مسوي احمر اللي موجود. تبدي تنسيق الفقرات قلت لكم تكمل، اكو علامه الجدول اللي هي علامه التاب، علامه الحدود، اللغه خامها الثالثه شفتونا اني كل ساعه اقلب من العربي الانجليزي، اللغه راسا اختارها بقي انجليزي على مود لا كل ساعه ابدي اغير اني بها. هذا من ضمن تنسيقات الوورد، هذا من الطين موافق راح بغير بيها كلها، من الطين حفظ نحفظ عندي مستند باسم اسم الاطروحه اسميه الاطروحه خاص، وهذا ما نبدي منه أنا من البداية، نبدي من سطح المكتب، من نبدي نختار اعتقد النت قطع استاذ احمد على ما اعتقد. العفو اخوان انا اسف قطع، بس سمعوني ما عم استاذ احمد توقع لي هذا الشيء اي هسه هذا انا سويت كنت احكي بس كنت ما اعرف ان الصوت ماكو او صوره ماكو، فنبديها من البدايه من انا من نيو تبدي مستند وورد هاي فشغلات جانبيه تبدي من انا تسميه، وهذا ما تبدي من الوورد نوبات في بعض الاحيان منها تبدي هذا المستند تبدي انت تنسقه الشيء اللي تريده وتحفظه اللي موجود منها قلت لكم منها تبدي تسمي اطروحه وتبدي تسوي هاي بعدين ان شاء الله نجيها اذا اراد الله سهل، بس اعطيكم فكره عنها. اكو واحد عنده شيء اخوان انا مود ان شاء الله بكره نبدي عندنا بس الشابتر الثاني اللي هو يعني الشابتر الثاني هو مجرد بس الشغلات العلميه والشغلات الستاندر يعني موجوده ثوابت موجوده بها اللي هو التشابتر الثاني وانواع الترقيم، واحاول باليوم الرابع ان شاء الله اذا اراد الله سهل ان هذا بعض انواع الترقيم الموجوده احاول اسوي واحد دكتور. نعم بس شاشه العرض دكتور ما واضحه هسه عندك انا عندي مفتوحه بس اخاف النت يمك ضعيف انا يعني ممكن دكتور ممكن خلا غير مكان بقيه ما اعرف بقيه الاخوه والاخوات ما اعرف واضحه عزوم نعم واضحه قاسم نعم دكتور بعد النت يمك هذا عندنا الفصل الثاني ان شاء الله اللي هو شابتر 2 اللي هو هيكل الاطروحه قلت لكم راح نبدي في بعض الاحيان بشغلات فنيه وبالشغلات العلميه اللي موجوده انا هم سويت فد هيكل كامل
ثابت عندكم بعض الاستخدامات اللي موجودة، وراها بدينا شرحنا على كل فقرة اللي موجودة اللي هي تثبت بها المقدمة، وش راح يكون بالمقدمة الهيكل الفصل الثاني، بيان مشكلة البحث، أهمية البحث، هاي شو راح تكتبها وشو راح تكتبها، هذا كل واحد أخذنا في شيء مبسط جدا عليه، شيء بسيط يعني مو الملخص، تبقى هذا الشيء أنت والمشرف في بعض الأحيان بالاختيارات اللي موجودة. واضح أخوان؟ أنا لحد الآن بعد ما عندي شيء، أتمنى أي واحد عنده سؤال على ما نبدي إن شاء الله بكرة بالجانب العلمي للأطروحة وعملية الترقيم. حد قلت لكم إذا إن شاء الله اضطرينا حتى لو نحتاج لنا يوم خارج الدورة ممكن أنا أساعدكم هالشيء، أو بعدين ممكن أي يوم تختارون أنتم تشوفون عندكم، أبين لكم بعض الشغلات اللي هي قلت لك من ضمن مو من ضمن الدليل أصلا، بس هاي شغلات خارجية على ما تعرف اللي حكينا ايش نقصد به. اليوم المحاضرات اسرع حديث لكم اياها، او يم دكتور مخلد ان شاء الله يقدر يحملها على بعد ما عالجت المشكله اللي موجوده كانت عندي بعمليه التحويل، بعض الكلمات ما طلعت عندي، شوف بعض الكلمات هنا ما طلعت بالعربي، هناك كلمات الانجليزيه ما طلعت. اكو احد عنده شيء اخوان؟ شكرا جزيلا استاذ احمد. استاذ احمد بس تعقيب بسيط بعد. نعم استاذ احمد ركز على موضوع جدا مهم، موضوع الاختصارات وجودها بالابستراكت بالملخص، وكذلك الريفرنسز ايضا، يعني ما يصير تضيف ريفرنسز داخل الابستراكت. نعم يعني من الاشياء اللي ما المفروض تصير. العنوان الرئيسي بالضبط بالضبط دكتور، انا مثبتها من ضمن الملاحظات العامه اللي موجوده. ان الدليل ما الدليل اللي موجود ما نطانا يعني كل المعلومات، يعني باعتبار انه ممكن الكليه تطيها او هاي يعني الشغلات تطيها من ضمن المقدمه. انا عندي ثبتت من ضمن الملاحظات اللي موجوده هاي الملاحظات اللي قلت لك انه شلون تستخدم الرقم، شلون شوك تستخدم الرقم والرقم شلون تكتبه، الملخص شنو اللي تتفاداه بالكتابة، اكو بعض الشغلات تتفاداها بكتابة الملخص ما يصير تذكرها، ملخص عبارة عن تشيء بسيط القارئ بس يبين لك فكرة الأولية ما تدخل بالفكرة العلمية اللي موجودة. كلها ان شاء الله دكتور راح اشوفها بالملاحظات اللي موجودة، ثبتت عندي فقرة كاملة هي بها الملاحظات العامة. استاذ احمد يعني هاي كلها اكو موجوده جابس، يعني اكو فجوات موجوده بالدليل، طبعا الدليل ممكن ان يكون يشمل كل شيء. دكتور هاي بعض الملاحظات اللي موجوده بالملخص اللي حكيناها بس قلت لك تفاديناها، لان قلت لك من الشغلات اللي ركزنا على 300 الى 500، يقول يجب ان لا يتضمن ملخص المعلومات التاليه، محتويات اضافيه تصحيحات او معلومات غير وارده في نص الأطروحة، جداول إضافية ورسومات توضيحية ومراجع ما يصير يتضمنها، شرح مفصل للتجارب والكائنات والإجراءات القياسية والتقنيات والأدوات والمراجع كذلك، أنه ما تضمن من ضمن الملخص اللي موجود. باش تيدك أنا مثبت لهم إياها كلش قيمة. إن شاء الله دكتور إذا هاي اليوم أسأله أنا أرفع الجسم لو من يمك إن شاء الله، بس ترفع الله يسلمك الله يبارك فيك إن شاء الله. الله يسلمك. قلت لكم اخوان اكو جوانب ممكن تقراها تتهمها، بس احنا ضيق الوقت في بعض الاحيان، خلينا نركز على الشغلات بس الجانبيه الرئيسيه اللي يعني اخذناها من خلاصه بعض الاخطاء اللي تصير وبعض الاسئله الطلاب اللي تصير. فاتمنى ان بالعكس اتمنى انه كل واحد يسال على مهم يضيف لنا فد شيء محتمال موارد هنا عندنا ما موجود، ممكن اذا ما كان موارد ممكن نضيفه، اي سؤال ببالكم يخطر تقدر تساله، هذا رجائي لكم، يعني شيء هو لكم الفائدهكم مو انه. واضح اخوان؟ واضح دكتور. شكرا. واضح دكتور، نشكر جهودكم، تسلم. العفو ان شاء الله، واي شيء احنا ان شاء الله قلت لكم مستقبلا اي شيء موجودين يمكم هنا ان شاء الله
على اي سؤال يخطر ببالكم.